طبعا كان شرف لي ان انا اشارك في تنظيم المؤتمر ده، وحضرت فترة التنظيم مع الاجانب اللي هم من اكبر 3 دكاترة قلب في تقريبا في اوروبا والعالم، اللي هم منظمين اليورو بي سي ار. وحضرنا معاهم الصبح تحضير الحالات وهنقف فين، هندسكس ايه بالظبط، وازاي الناس ممكن تسأل ايه هنا، وازاي هنجاوب عليه. وبالتالي ده يخلي الامور منظمه مش متسابه كده، وبالتالي يبقى النظام التعليمي فيها اسهل واحسن.